اهلا بيكم وتحياتي لحضراتكم جميعا. دايما الافكار لما الناس بتبقى عندها افكار فتره طويله ونيجي نغير الحاجات المعتقدات الغلط اللي عندهم ونصححها بتبقى صعبه شويه عليهم، لكن احنا مع بعض ان شاء الله هنغير حاجات كتير. التمر ومشكلته مع مريض السكر وغير مريض السكر. الناس فاهمه المواضيع غلط. زمان الرسول عليه الصلاه والسلام اوصى بالتمر، كان الناس عايشه في صحراء وده الاكل الوحيد اللي بيفضل طول اليوم. ما كانوش بقى بيعملوا صينيه البشاميل وصينيه الكنافه وقاعدين يتفرجوا على مسلسلات رمضان وقاعدين يقزقزوا لب وسوداني وحاجات زي كده. كان التمر هو الحاجه الوحيده فبياكلوا منه ويشدوا عشان الجوع والحاجات دي. ماشي زي الفل، انت عايش في صحراء وكان منه. لكن ما كانش فيه صينيه البطاطس والاكل والفنادق والحاجات دي كده، والريموت وانت قاعد في البيت بتحرك صوره التلفزيون وبتدوس بالزرار تفتح بتاع الباركنج وكده. التمر ياكله العامل اللي بيشتغل في مبنى عمال يهد ويعمل ويبني. يعني في ناس بتعرق جامد وفي ناس بتتحرك وفي ناس داينامكس وحاجات زي كده، في ناس بتروح الجيم محتاج. لكن ما تجيش تقول لي مريض سكر وبياخد ادويه طب انا مش هسيبك من ان هو بيرفع السكر. انتوا متخيلين يعني ايه انت عمال بتاخد ادويه وداخل في مقاومه انسولين وحاجات زي كده وتقول لي انا باخد 7 تمرات؟ انا لما بقول لكم بلاش التمر لمريض السكر، انا بيجي لي ناس بتاكل 17 و20 واحده في الفطار. يقول لك لا اصل السنه وهو اصل 7 تمرات. طب ما سبحان الله، ما تمره واحده، ما هي سنه وتر اهو، ثلاثه. المشكلة في ان وانت حصتك في اليوم لمريض السكر من الكربوهيدرات مثلا لو 20 ل 50. النظام اللي خرب الدنيا كله وحصل السكر وانتشر امراض، روحوا دكاترة العيون شوفوا كمية الناس اللي قاعدة بتكشف عندها انفصال في الشبكية وعندها نزيف في الشبكية وعندها وعندها وعندها. روحوا مكان غسيل الكلى وشوفوا الغسيل الكلى والحاجات دي كلها. احنا بنغير مفهوم للصح مش للغلط. احنا ما بنقول امنع التمر، مش احنا ضد السنه ولا اي حاجه، بس هل انت عايش زي ما كانوا عايشين زمان؟ الناس زمان كان سبب انتشار مرض السكر ده ايه؟ الناس زمان كانت بتروح تصحى الصبح تروح تجري على الحرث والزرع وتبني وتعمل وكل حاجه، انت قاعد في البيت حضرتك ولا حضرتك نفسك اللي يجيب لك كوبايه الميه وانت قاعد مكانك ما بتعملش حاجه. بقى خلاص التكنولوجيا دمرت، قاعد على الفيس، قاعد بتشوف اخبار العالم كله، اما بتسال على حد بتسال بالواتس، ما بقتش تروح تخبط على الباب وتقول له انت اخبارك ايه ولا حاجه زي كده. اتلغت حياتنا خالص وبقى التكنولوجيا كامله. هاجي اقول لك بقى كل تمر وانت قاعد نايم؟ دي حاجه. تاني حاجه، التمر مفيد؟ ماشي، مليان حاجات ومغنيسيوم ومعادن وحاجات زي كده، ماشي، بس باعتدال. يعني اكل تمرايه كمريض سكر واحده في اليوم ماشي، لكن والله انا بقول لكم انا مرضى السكر عندي دايما الممنوع مرغوب. انا دايما بقول لا. ليه؟ لان انا لو فتحت الباب لمريض سكر واحد ما بيمسكش على الثلاثه ويقول لك الدكتور قال، والله بيتدمر والسكر بيعلى جدا. وجربوا بنفسكم. والراجل الهندي اللي عمل قلق وسكر الفركتوز، احنا شرحنا لكم الموضوع لما هو حط جهاز السكر، جهاز الجلوكوز ده بيقيس السكر الجلوكوز مش الفركتوز، فهو محط الفركتوز خفف العينه بتاعت الدم بتاعته، فطبيعي لما خففت لان الجهاز ما بيقيسوش اصلا فراح مدي 109. الناس بقى هي وبتاع وسقفوا ومش عارف ايه والدكاتره بيتكلموا وبتاع. تاني حاجه، الناس اللي بتقول لك اصل انت ازاي تمنعنا عن حاجه الناس عايشه بيها بقديم الازل؟ ويعني ده ما ينفع. يعني مثلا ما هو العسل ده فيه شفاء للناس فعلا. طب هل العسل اللي احنا بناكله حتى ده الطبيعي؟ ما هو كله سكر ومضروب في سكر. طب هناكل العسل الطبيعي؟ خلاص، في مرض طلع اسمه سكر. هو ايه؟ وعلى راي مريض مره قالها لي بطريقه ظريفه جدا، قال لي المرض اسمه السكر، هاكل ازاي سكر؟ يعني عجبني التعليق من المرضى نفسه. فالاخوه اللي هم بيعلقوا ومش فاهمين الموضوع، انا مش عايزكم توصلوا لمرحله المضاعفات وترجعوا تقولوا يا ريتنا. المخ، واحد تاني علق يقول لي المخ ما اقدرش اعيش من غير طاقه. انت ازاي تقول؟ اولا المخ الكيتونز بتاعت الدهون، حرق الدهون، المخ بيعيش عليها احسن من الجلوكوز بدليل حاجه. انت بتقول لي المخ ما يقدرش، طب انت بتصوم في رمضان ما بتموتش ليه؟ طب الناس اللي بتدخل عمليات ويمنعوها 24 ساعه انها تاكل وتشرب علشان العمليه، والناس اللي بتعمل منظار، هل المخ ما يعني
ما ماتش ليل واحد يعني. فالناس اللي بتعمل عمليه الباي باس وعمليه التكميم وبيمنعوا خالص عن الاكل، بيقعد فتره طويله الاكل بتاعه ضعيف جدا ما ماتش ليل. المعلومات الخطا دي لابد ان احنا نصح. انا كدوري كطبيب ان انا هصلح لكم على قد ما اقدر، بس تبص تلاقي التعليقات تحس ان هو واحد داخل يعني بيعلق تعليقات ماهوش فاهم، انا اعذره في دي، لكن الحقائق دي حقائق علميه. الامريكان لما عملوا القاعده كربوهيدرات 60% من الاكل، دلوقتي بيعانوا ثلث الشعب عنده مرحله ما قبل السكر، يعني واحد كل ثلاثة تلاقيه عنده مرحلة ما قبل السكر. 10 مليون أمريكي معرفش عنده كذا، يعني الأمراض ابتدت تظهر. ما هو اللي بيسألني بيقول لي ده كانوا زمان بياخدوا 7 تمرات، طب قول لي بقى كان في فشل الكلوي موجود والسكر والحاجات دي؟ يعني يا ريت نرجع نعيش زي زمان، يا ريت نتحرك. ساعتها أنت نفسك هتلاقي نفسك تمام مفيش مشكلة، لكن إحنا الحرق عندنا لا بناكل اكتر ما بنحرق. انت قاعد تاكل طول اليوم الفشار واللب والسوداني والحاجات دي كلها. فما ما يعني ارجوكم لازم نفرق ما بين مريض السكر، مريض عنده مقاومه انسولين، ومريض عنده سمنه، ومريض نحيف، ومريض بيلعب رياضه، ومريض بيلعب كمال اجسام، ومريض بيبني جسمه، وطفل صغير، كل ده مهم. لكن السكر عامه ضار جدا بالجسم. وليه سكر الفاكهة بالذات؟ السكر الفاكهة دايركت على الكبد، سكر الفاكهة دايركت على الكبد. فاللي بيحصل يا جماعة ايه؟ ان هو سكر الفاكهة تخيل بقى الكبد المصنع ده مليان دهون بيتحول لدهون، فيقوم يعيق شغل الكبد اللي هو اكبر مصنع في الجسم، تقوم سعادتك تبدأ تدخل في مشاكل الكبد وعدم ومقاومة الانسولين والسمنة والسكر والحاجات دي كلها. لو انا قلت باعتدال صدقوني محدش بيعملها، يعني لو قلت لك كل تمرايه في اليوم دوق هناكل ربع رغيف، ما بيحصلش خالص. انا ما شفتش انا والله داخل مريض يقول لي، اول ما دخل عليا بيقول لي هم قالوا لي ان حضرتك هتقلل لنا التمر والحاجات دي، انا باكل 17 تمرايه في اليوم، والله ده حصل وانا لا يمكن هاجل، وبياخد انسولين. قلت له طيب لو انا وقفت لك التمر ووقفت لك الانسولين، سكت كده وفكر. قال لي يعني الانسولين ممكن يقف؟ قلت له اه هيقف. بعد ما عملت له التحاليل والكلام ده ولقيت السي بي بتايد بتاعه كويس، قلت له انت المفروض ما تاخدش سنتانول تاني، هوقف لك الانسولين. طبعا هو كان بياكل في التمر ياكل. الخدعه اللي بتحصل للناس ايه؟ ان انت بتاكل سكريات جامده كتير وتمر ومش عارف ايه وبتحرق الانسولين، ويقول لك ايه ما انا باكل وحن واكل ما احرمش نفسي، اصل اوعى تكلمني من ناحيه الاكل ده. ما هو مشكلة في حاجة، أنت لا تنتظر مضاعفات بقى، أنت ما بعد شوية تلاقي عينيك راح. والله في ناس الشبكية راحت العين، بيقول لي أنا ما اكتشفتهاش إلا وأنا بصور بالعدسة، فأنتوا عارفين اللي بيصور بقى بيغمض عينه كده فبيبص لقى مش نفسه مش شايف حاجة. يعني ده كلام احتفظ بيه حتى، يعني بلاش نتكلم في حاجة ده حاجات علمية يا جماعة. أرجوكم يعني الوضع مش محتاج، لأن إحنا خلاص بقى إحنا في مرحلة حرجة. فلما نيجي نقول له مثلا وقف العيش، انا ما سمحت النفس دايما يعني الممنوع مرغوب. تبص تلاقي الناس ايه تاكل الرغيف تروح هوب واكله اثنين. وانا قلت لكم قبل كده رغيف العيش ما يعادل 15 معلقه سكر. الاربع تمرات داخل على 80 جرام او 70 ل 80 جرام كربوهيدرات. انتوا عارفين يعني يرفع السكر قد ايه؟ لو انسان طبيعي وبتجري وبتلعب رياضه وبتشتغل شغله هارد وورك يعني والكلام ده اقول لك ماشي هتاكل معقول، لكن واحد سيدنتري لايف وعنده سمنه هقول له ازاي كل. فكل واحد بيبص من وجهه نظره. يعني الفنان الكبير تامر حسني عمل لي شير لفيديو عن السكر وقال بصراحه على صفحته على الفيسبوك ان الفيديو ده استفاد منه، بس كان ليه تعليق على التمر. فبصراحة هو أنا فوجئت طبعا بالراجل، بصراحة فنان كبير فعلا، لأنه تحس إن هو عايش مع الشعب، يعني ابتدى يعني بيتكلم عن حاجة طبية ودي حاجة كانت جميلة جدا. التمر لمين؟ وقد إيه؟ وإزاي؟ وفين؟ يعني الفكرة في كده، وده الفيديو توضيحي. سعادتك لو هتضمن لي إنك بتلعب رياضة أو بتشتغل شغل تقيل وبتعمل وكده أقول لك أه هتاخد واحد لو أنت مش مريض سكر.
مريض سكر تاكد 1000000% انه هيرفع السكر جامد، فتاخد تمرايه 3 بالكتير قوي ماشي، ويكون سكرك مظبوط، ما يكونش عندك مقاومه انسولين، ما يكونش عندك سمنه مفرطه. يعني علشان كده ارجو ان انتوا تشيروا الفيديو ده، الناس تستفيد اكتر والناس تفهم اكتر عن طبيعه الاكل والشرب بتاعها، لان هو اصلا حتى اليابانيين يقول لك الموت ياتي من الفم، اليابانيين، واحنا نقول المعده بيت الداء، والحميه يعني هي الاساس العلاج. فانت اوزن الامور ودايما فكروا صح، ما تاخدش الموضوع على نفسك، انت واحد رفيع وسمارت وبتلعب رياضه بتاعته تقول ازاي تمنع الطب، لا مش انت المقصود، المقصود اللي واحد اللي احنا قلنا عليه. اشكركم وتحياتي لي.